تم تجهيز المركبة الذكية بمستشعرات وكاميرات مراقبة ووحدة بيانات متنقلة وأجهزة أخرى مربوطة تعمل بشكل نظام متكامل، والذي يهدف بشكل أساسي لتطوير آليات العمل وتحسين الخدمة. كما أن هذه المركبة الذكية مصدر غني بالنسبة لنا لمعلومات دقيقة ولحظية في وقتها، تساهم وتساعد في اتخاذ قرارات تصب في صالح التشغيل. جاء تدشين المركبة الذكية بما يخدم عمليات تسخير الذكاء الاصطناعي على مستوى تشغيل المركبة وسلامة الراكب. طبعاً ذلك يأتي تحقيقاً لرؤية الإمارة ضمن سعيها في مواكبة التطور الرقمي والتقني وتوظيف الذكاء الاصطناعي. تساهم مركبة الأجرة الذكية التي تم إطلاقها مؤخراً في تقليل نسبة الحوادث، وذلك عن طريق مراقبة لحظية لأداء السائق أثناء قيادته للمركبة وقياس مستوى الإجهاد البدني لدى السائق مثل الإرهاق والنوم. أيضا هذه الأنظمة الذكية تراقب أي سلوك غير قويم من السائق أثناء تقديمه للخدمة مثل الانشغال عن القيادة، الانشغال بالطريق أثناء القيادة، ويتم توجيه السلوك الصحيح للسائق مباشرة عن طريق مركز التحكم واتخاذ الإجراءات التصحيحية لذلك. من خلال الأنظمة الذكية والكاميرات الموجودة في مركبة الأجرة الذكية، نسيان العميل لأي مفقود أو معثور في مركبة الأجرة يتم التواصل معه بشكل مباشر وإبلاغه عن المفقود وتوصيل له أو استدعائه لاستلام المفقود.